سمعت رفات صادمة للطالبين أصحاب الفيديو الفاضح أعلى الكوبري. لكن السؤال المهم هنا، هل اللي صور الفيديو ونشره غلطان؟ كل سنة وأنتم طيبين، المصريين ملوا الشوارع احتفالا بالعام الجديد وتوقعات مخيفة للسنة الجديدة. كل الموضوعات دي وأكتر حصلت خلال الساعات الأخيرة، خليك معانا عشان ما ينفعش يفوتك. على كوبري الساحل في محافظة القاهرة كان في مشهد صادم، أو زي ما البعض وصفوا، بفعل فاضح في الطريق العام. بطل شاب وبنت طلاب ثانوية رصدهم من الستر انتهى. الشاب والبنت ظهروا في مشهد مخل بالآداب العامة على الكوبري عشان حد يصورهم ويقرر ينشر الفيديو اللي ملا كل وسائل التواصل الاجتماعي، والناس ما يكونش ليها سيرة في الساعات الأخيرة من سنة 2022 غير الفيديو الفاضح ده. لكن مين اللي يتحمل الغلط والمسؤولية؟ شباب لسه عمرهم صغير وفي مرحلة المراهقة، ولا اللي قام بتصوير الفيديو بالشكل ده؟ قبل ما نسأل السؤال ده لازم نأكد إن مفيش أي مبرر للتصرف الشاب. رواد السوشيال ميديا كان ليهم رأي في الموضوع ده، قالوا لو الشابين دول غلطانين فاللي صورهم ونشر الفيديو غلطان أكتر. الستر نعمة كبيرة، ولما رصيد الستر بينتهي بتبقى المشكلة أكبر. تخيل موقف أهل الشابين دول إيه دلوقتي؟ ناموا إزاي؟ موقفهم إيه من أهل منطقتهم؟ بعيدا عن كل ده، خلونا نتكلم أكتر في تفاصيل الواقعة، وتحديدا بعد انتشار الفيديو والقبض عليهم. الطالبين ما أنكروش اللي حصل واعترفوا باللي عملوه، وقالوا إن كان في بينهم علاقة عاطفية عشان يتم عمل محضر بالواقعة وعرضهم على جهات التحقيق. رواد السوشيال ميديا لاحظوا حاجة غريبة جدا في الفيديو المتداول، هو ان كل اللي ظاهرين في الفيديو تقريبا لابسين لبس صيفي، وده ممكن يكون معناه ان الواقعه كانت من شهور او من مده طويله، واللي صوره قرر ينشره في الوقت ده. كل سنه وانتم طيبين، سنه جديده هلت علينا، ربنا وحده يعلم هي مخبيه لنا ايه. لكن الاكيد ان 2022 كان فيها مشاهد صعبه جدا على المصريين بشكل خاص وعلى العالم بشكل عام، واثرت عليهم وعلى حياتهم. في نهايه السنه المصريين خرجوا بالمئات في الشوارع احتفالا براس السنه الجديده، وشفنا مظاهر الاحتفال في القاهره واسكندريه وحتى محافظات الصعيد. اي حاجه بجد بقى، شكرا فيك يا علم فلوس. بمناسبة السنة الجديدة، خلينا نشوف بعض التوقعات للي هيحصل فيها. العرافة العمياء بابا فانجا بتتوقع ان في 2023 هيحصل انهيار نووي في العالم، وده هيتسبب في تغيير مدار الارض. كمان بتقول في توقعاتها ان هتحصل عاصفة شمسية هتؤدي لاختفاء الكهرباء وفشل الاتصال. توقعات بابا فانجا المتشائمة ما انتهتش لحد هنا، بتقول كمان في السنة الجديدة الولادة الطبيعية هتختفي بين البشر، والاطفال هيتولدوا في مختبرات، وكمان كوكب الارض هيتعرض لهجوم فضائي. في النهاية كذب المنجمون ولو صدفوا. بنتمنى عام سعيد على كل المصريين، وان كل امنياتهم حق. ودلوقتي جه ميعاد جولتنا في أخبارنا السريعة. في نهاية 2022 الفنان محمد رمضان أخيرا اعترف بالخطأ، وإنه أساء التصرف في قضية الطيار الشهيرة، وقال أنا زعلان إن تسببت في شيء قاسي للطيار الله يرحمه، القضاء أنصف الطيار وأنا راضي بحكم المحكمة. هيئة الأرصاد الجوية بتحذر من حالة الطقس خلال اليومين اللي جايين، وبتتوقع أمطار غزيرة هتشهدها البلاد خاصة في السواحل الشمالية. بعد سنوات من الغياب، الفنانة شيرين بتزور الفنان فضل شاكر في مخبأه في لبنان بصحبة زوجها حسام حبيب. وزارة الأوقاف بتحذر المساجد ودور المناسبات بعدم السماح لغير المأذونين المعتمدين بعقد الزواج، وده بعد ايام من ضبط شخص انتحل صفة مأذون وطالب الشباب بسرعة الزواج قبل اصدار القانون الجديد. بكده تكون خلصت حلقتنا، وكالعادة اخبارنا ما بتخلص. مستنين ارائكم عن الحلقة والاخبار في التعليقات. وكل سنة وانتم طيبين.